السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين، أرحب بكم مجددا على القناة. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة من الزيوت هذه التي أمامكم لعلاج والتخلص من الكوليسترول والدهون الثلاثية والدهون الموجودة في الجسم. تابعوني بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إذن أحبابي، كما تشاهدون أمامكم هذه الزيوت الأربعة هي ممتازة جدا للتخلص من الكوليسترول والتخلص من الدهون الثلاثية وأيضا الدهون المتراكمة في الجسم، علما أحبابي أن هذا الكوليسترول وهذه الدهون الثلاثية الضارة تسبب مشاكل كثيرة في الجسم، تسبب تصلب في الشرايين وانسداد في الأوعية الدموية، وهذه ناتجة تكون عادة عن الأكلات وطبيعة الوجبات الغير طبيعية كالوجبات اللحوم والدهنيات، وتناول الدهون بشكل كبير يؤدي إلى ترسب وارتفاع الكوليسترول في الجسم، ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم، بالتالي تترسب داخل هذه الأوعية الدموية، لذلك تسبب انسداد في الشرايين ومشاكل في القلب. وكما تعلمون أن أمراض القلب تشكل تقريبا رقم واحد في العالم من المشاكل التي تصيب الإنسان، لذلك أنا اليوم أعددت لكم وصفة بسيطة وسهلة جدا لعلاج هذه المشكلة والتخلص منها بعد 45 يوم من تناول هذه الزيوت. راح نتناول فقط ملعقة واحدة صباحا وملعقة واحدة مساء كل يوم لمدة 45 يوما، أي يعني شهر ونصف، وراح تلاحظوا بإذن الله انخفض الكوليسترول تماما، وانخفضت هذه الدهون الثلاثية، وانخفض الدهون الموجودة في الدم وفي الجسم بشكل عام. لذلك أحبابي أرجو الانتباه جيدا، لأن الكوليسترول والدهون الثلاثية تساعد في مشاكل القلب بشكل كبير، ترفع ضغط الدم، بتسبب لك مشاكل في الأوعية الدموية، انسدادات، لهتة، ضيق في النفس، مشاكل كثيرة جدا سببها الكوليسترول والدهون الثلاثية. أيضا أحبابي في الله، عليكم بمعامل تمارين رياضية بشكل يومي والتخلص من هذه السموم التي تضر بجسمكم، قد تسبب جلطة دماغية أو جلطة قلبية لأن هذه الدهون سيئة جدا. تمام؟ إذا أحبابي خلينا في وصفتنا لهذا اليوم بهذه الزيوت الأربعة. نبدأ من اليمين، زيت الزنجبيل، راح نجيب زيت الزنجبيل، زيت الخس، زيت الثوم، والزيت الرابع هو زيت كبد الحوت. تمام؟ هذه الزيوت الأربعة ممتاز جدا لحرق الدهون، لإذابة الشحوم الموجودة في الجسم وفي الدم. أنا أنصحكم دائما بهذه الزيوت. فمثلا زيت الزنجبيل مقوي عام، منشط، بسرع عملية الهضم، بيحرق الدهون، طارد للغازات، يستعمل لنزلات البرد، مفيد جدا زيت الزنجبيل. تمام؟ وغيره من هذه الزيوت كزيت الخس وغيره. طريقة التحضير انه هذه الزيوت بنجيبها بناخذ مثلا 5 سنتي او 2 سنتي من كل زيت، 2 ملي عفوا، بناخذ 2 ملي من كل زيت، بنخلطهم مع بعض وبنحطهم في اي كاسة، في اي وعاء من هذه الاوعية مثلا، وبنشرب ملعقة واحدة يوميا في الصباح وواحدة في المساء قبل النوم، ولاحظوا النتيجة ان شاء الله بعد 45 يوم من تحليلكم الاول للكوليسترول، ثم اعيدوا التحليل مرة ثانية وستجدوا ان شاء الله الفرق الكبير في هذا الكوليسترول وفي حرق الدهون بهذا الشكل. ايضا انصحكم بالابتعاد عن الوجبات الدسمة، الوجبات التي تحتوي على الدهون، الوجبات السريعة، وايضا عمل تمارين رياضية بشكل يومي بما لا يقل عن نصف ساعة. نعم، نصف ساعة كي تقوم بحرق الدهون وتعزز حرق الدهون. تمام أحبابي في الله، هذه الوصفة كانت لهذا اليوم، أتمنى تكون نالت إعجابكم هذه الوصفة، ولا تنسونا من صالح الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع. انتظرونا إن شاء الله بوصفة جديدة، إلى اللقاء.